ما أدى إلى قصور في عملية توفير المبالغ اللازمة للبنى التحتية والتنمية، ونجم عن ذلك حالات إنسانية بالغة في الاحتياج. وكذلك لا ننسى أن هنالك من ضحى بنفسه وترك وراءه عائلة في عمليات بطولية قل نظيرها في العالم أجمع، وهذه العمليات وهذه التضحيات هي التي أسهمت في تحرير مناطق العراق من داعش ومن الجماعات المسلحة التي مارست أعمالا غاية في القسوة والوحشية تجاه سكان المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها للأسف. هذا الاجتماع وهذه الفكرة الهدف منها هو وجود قاعدة للتنسيق بين العاملين الإنسانيين بهدف استخدام أمثل للموارد ومن ازدواجية المشاريع والبرامج التي كثيرا ما نلاحظها أثناء عمليات الاستجابة سواء في عمليات الإغاثة أو المراحل التالية في عمليات البناء والإنعاش. وساهم ومنذ البداية معنا الأخ الدكتور هاني في بلورة هذه الفكرة والتحضير لها، وتشكلت لجنة مصغرة من بين أكثر الجمعيات والمنظمات فاعلية على الصعيد الدولي. هذه اللجنة عقدت اجتماعات متكررة وعملت بشكل جدي ودؤوب على انتهاء أو إنهاء كل التحضيرات بما يؤمن تحقيق الهدف. وشاركنا في ذلك أيضا ممثلون من هيئة الإغاثة أو من إسلاميك ريليف ومن الورلد فيدريشن ومن منظمات عالمية لها امتدادات جغرافية في كل أنحاء العالم. وساهم معنا أيضا مستشار الهلال الأحمر للتنظيم وهو السيد أكرام فيراتي. وقد كانت الجهود تنصب بشكل كامل على إعداد رؤية واضحة للتعاون والتنسيق، وأن تكون الجهود هذه مستدامة وغير منقطعة، وأول شروطها هو توفير منصة عالمية تنطلق منها الجهود الإنسانية بشكل منسق بما يؤمن تحقيق الأهداف. إن توحيد رؤانا ضمن هذا الاجتماع وبدعم من شركائنا سواء كانوا الدوليين والمحليين سوف يعتمد من خلال ورش العمل التي ستقام من ابتداء من بعد ظهر اليوم، سيعتمد خطة تنفيذية للسنوات الثلاثة القادمة على وجهات نظر متنوعة وتقييم للموارد المتوفرة، وذلك لغد ومستقبل أفضل الشعب العراقي. إن جمعيتنا جمعية الهلال الأحمر بالحقيقة تعمل على تطوير الإجراءات وتوحيد الرؤى والخطط المستقبلية بالاعتماد على التجارب التي خاضتها في مختلف المجالات وبدعم مجاميع العمل واللجان التوجيهية. والهلال الأحمر في هذا المجال قد اعتمد خطة عملية وعلمية في ذات الوقت من خلال توفير قاعدة معلومات استندت إلى استبيانات ميدانية أنجزتها فرقنا التي انتشرت في مختلف أنحاء العراق، وحققت هذه الاستبيانات وفق الأسس العلمية المعتمدة من قبل الهلال الأحمر العراقي. هذه المعلومات وهذه القاعدة من المعلومات ستوفر الدليل لبناء خططنا التنفيذية للسنوات الثلاثة المقبلة، وستكون هذه الخطط قائمة على أرض صلبة
هذه الخطط ستكون عملية وقابلة للتطبيق، ويمكن أيضا مراقبتها وتقييمها أثناء وبعد التنفيذ. وستكون هنالك لجنة توجيهية تعتمد كافة الأسس العملية والمهنية والعلمية في إجراءاتها، وستستمر هذه اللجنة في متابعة الإنجاز ومراقبة عملية الإنجاز بما يؤمن تهيئة كافة المستلزمات اللازمة لتجاوز العقبات وتقوية كل عوامل الإيجابية المتأتية خلال عملية التنفيذ. لا أريد أن أطيل في الحقيقة، ولا نريد مهرجانا خطابيا، وإنما يكون جلسات عمل تنتج وتنتج أشياء مفراقي، والتي نهدف أساسا إلى خدمتها والتخفيف من معاناتها. وأكرر شكري لكم على هذا الحضور، وللأسف أن البعض لم يستطع الالتحاق بسبب الظروف الجوية، نتمنى أن نوافيهم بنتائج هذا اليوم مع بدء ورشات العمل لتكون الفائدة أفضل. شكري للدكتور هاني البنا على جهوده القيمة، شكري لكل الحاضرين اليوم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا توحيد جهودنا والتعاون فيما بيننا لما
مجالات كافة تأمين السبل الكفيلة بحل الأزمات التي يمر بها الإنسان في العراق اليوم. بس تشير أحصائيات إلى أن 20-25% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحروب المتوالية وتبعاتها والوضع السياسي والاقتصادي المضطرب في العراق. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المنظمات غير الحكومية في العراق ما زالت فتية ومفتقرة إلى الخبرات لأنها قامت بعد عام 2003، إذ كان دور المجتمع المدني مختصرا على العمل النقابي فقط، الأمر الذي خلف ثغرات في بعض التشريعات والقوانين وسوء فهم لحدود الصلاحيات التي تنظمها. وعلى الرغم من تعدد نشاطات مؤسسة العين وتوسع الرقة الجغرافية التي تنتشر في العراق وخارج العراق وزيادة المبالغ المالية التي تنفقها بمرور السنوات، إلا أننا نؤمن بأن النهوض بالمجتمع يتطلب تضافر جهود المنظمات المحلية والدولية وفتح أبواب التعاون والتنسيق فيما بينهما ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات. واسمحوا لي أن أتقدم بتوصيات آمل أن تطبق في المرحلة القادمة. أولاً، وضع حلول طويلة الأمد. فخلال هذه المدة يكون المتضررين محتاجين لتقديم المساعدات وإقامة المشاريع لا تقل عن التي يجري تأمينها في المناطق المحررة. ثالثاً، التركيز على بناء الطفل كونه بناء للمجتمع، وعلى الجهات التنفيذية والرقابية ممارسة دورها فيما يخص العمل باتفاقيات حقوق الطفل ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تفعيل دور العمل المشترك بين المنظمات المحلية والدولية من خلال تبادل الخبرات عبر دورات تدريب للعاملين وإعداد المدربين لتوقين هذه الخبرات عملا بالهدف 17 من أهداف التنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القانوني الذي رسمه قانون المنظمات غير الحكومية 12/2010 وتوظيف القدرات والمهارات والخبرات للوصول إلى المحتاجين في أسرع استجابة يمكن تأشيرها، خاصة في مجال الخدمات المقدمة داخل المخيمات النازحين، حيث شرعت دائرة المنظمات إلى وضع استراتيجية تسهيل وتيسير أحكام القانون وتبسيط إجراءات التسجيل وتكييفها عبر تجذيب الكثير من الإجراءات التي كانت متبعة سابقاً من خلال انتهاج مبدأ الخدمة العامة والتواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظمات وإنجاز جميع متطلبات نجاح مهماتهم وإطلاق خدمة التفويض المباشر لفروع المنظمات الأجنبية الراغبة بالتسجيل، يتسنى لها اكتساب وضعاً قانونياً مؤقتاً لأغراض التسجيل والحصول على سمات الدخول، حيث أصبح عدد فروع المنظمات الأجنبية هو تصل إلى 72 منظمة، فضلاً عن الإشارة إلى أن العدد فضلاً عن التخصيصات في المجالات العمل على تخفيف الفقر والاستجابة الطارئة في مجالات المياه والبيئة والتغذية والصحة والإيواء وتمكين المرأة والإعاقة والاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات الأخرى. ومن أجل التناغم مع خطة التنمية الوطنية والمنهاج الحكومي وأهداف التنمية المستدامة، فقد شرعت دائرة المنظمات غير الحكومية إلى تعديل هيكلها التنظيمي لمواكبة المتطلبات في وضع الأولويات في التعامل والتوازن مع أدوات السلطة التنفيذية
ووضع حجر الأساس لرؤية مستقبلية تتضمن تحديد الفجوات التنموية الحاصلة في الموازنة العامة يتم تغطيتها بالتعاون مع المنظمات الفاعلة والترويج من أجل دعم البرنامج الحكومي وأولوياته ومساندة جهود المؤسسات الحكومية لمعالجة الفقر والبطالة. على سبيل المثال، لقد سعت الحكومة لإتاحة الحيز المطلوب لعمل المنظمات من خلال فتح قنوات عديدة للتواصل، كان آخرها الإيعاز بافتتاح مكاتب تنسيقية لمنظمات المجتمع المدني في المحافظات والتي ستبدأ العمل مع بداية العام الجديد. وتعمل دائرة المنظمات على ترويج طلبات سمات الدخول بأوقات قياسية وفق آلية انتهجتها بالتعاون مع مديرية شؤون الإقامة لضمان تسهيل منح تأشيرات الدخول إلى العراق لخبراء المنظمات فيما بغية تمكينها من إنجاز نشاطاتها بالتوقيتات المخطط لها. السيدات والسادة، لقد حققنا أهدافا نفخر بها ويحق لنا واستعادة مدننا وهويتنا، كان بفضل وشجاعة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها. أولا وللمنظمات الدولية وفروع المنظمات الأجنبية، شكرا جزيلا وبركة سواعدكم، وننتظر المزيد لبناء العراق وعادته إلى موقعه الذي يستحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن للدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أخونا في مؤسسة العين كلم كلمة جميلة عن العراق. احنا في العراق من علمنا التاريخ كيف يكتب التاريخ؟ احنا في العراق من أنشأنا المجتمع الذي أفرز الإبداعات التي فيما بعد صنعت الحضارات والنهضات للعالم كله. فلا يزايد علينا أحد ويأتي نقول أننا نريد أن نساعد شعب العراق. شعب العراق أرقى من أن يمد له كيس طحين أو أرقام أو إلى آخره. نحن قادرون بإذن الله سبحانه وتعالى على إعادة أمجاد العراق مرة أخرى، لأنها لا تنقطع ولا تنتهي، وستظلل آفاقها العالم كله وتشعب بها الإنسانية جمعاء. الشراكة التي نتكلم عنها وتكلم عنها الدكتور ياسين من قبل هي الشراكة المتكافئة، ليس شراكة المانح للممنوح أبدا. شراكة أنا وأنت سواء، أنا وأنت سواء، وأنت وأنا سواء. لا تأتي لتغير لي ثقافة، ولا تأتي لتغير لي قيما، ولا تأتي لتغير لي عقيدة. فإن الشراكة أنا كجمعية وطنية بإمكانياتي وخبراتي وفعالياتي على الأرض أساوي مالك وأكثر من مالك. لماذا؟ لأن بدوني لا تستطيع أن تعمل، وبدوني لا تستطيع أن تنجز، وبدوني لا تستطيع أن تحصل على المال من المؤسسات الدولية. هذه هي الشراكة التي نريدها، شراكة تدرب الشباب في العراق، شراكة تحارب البطالة، شراكة تحارب الفساد، وشراكة تمكن أبنائنا في العراق وتملكهم المجتمعات التي يعيشون بها، وتنشر الرخاء والمساواة والعدل والرحمة بين أبناء هذا الوطن العريق. هذه هي الشراكة. لا نريد كيس طحين، ولا نريد أحد أن يبكي علينا، ها، لأننا لن نبكي. العراق ستبنى وستبنى بنا، وإن لم يريدوا أن يبنوها معنا فسنبنيها نحن بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشراكة نتكلم عنها، والتي يتكلم عنها الدكتور ياسين في كلمته في عمل هذا المنتدى أو هذا اللقاء، لكي نتشارك جميعا ونبرز للعالم من نحن، من كنا ومن أصبحنا وما سنفعله لنا جميعا. العراق منذ 30 أو 40 سنة كان من أقوى الاقتصاديات في العالم، وكان من أقوى التعليم في العالم، وكان من أقوى المؤسسات الصحية وكذا وكذا، وكنا بنيجي هنا
نشحت من العراق. مش هنضحك على بعض. العراق غني، غني بأبنائه وغني بثقافته وغني بحضارته وغني بقيمه وغني بأخلاقه وغني كمان بمقدراته الطبيعية. فلا بد أن نأتي لنقيم شراكة، شراكة متكافئة بيننا وبين الجميع. ونتمنى أن كل من حضر اليوم يعتز بهذه القيم الوطنية التي تجعل منا لاعبين دوليين مؤثرين، ولسنا مستجدين، ولسنا مستجدين، ولسنا مستجدين. أنا أشكركم جميعا وأشكر كل الشركاء طبعا على رأسهم الهلال الأحمر العراقي. وأنا بقول من السنة اللي فاتت يمكن كنت هنا في كذا مؤتمر، مش عارف أروح، أنا رحت زرت الموصل صح ولا غلط؟ من اليمين بسموه يمين وشمال ولا فوق وتحت الموصل؟ أنت حافظ أنت. والسنة اللي فاتت رحت الموصل من الناحية التانية من أربيل، وبعدين رحنا الأنبار كنا بنتفسح فيها بردك في نفس الوقت هناك، كان لسه الطخ طخ شغال. هو بالك يعني لفينا العراق، وأنا باجي العراق من 96 الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك احنا عارفين المشاكل في العراق، لكن بنقول للمجتمع الدولي العراق غني، خدوه شريك، خدوه شريك، خدوه شريك وأبنائه ومؤسساته الداخلية، ودعونا نبني مؤسسات المجتمع الوطني القوية. كنا لقاءات كثيرة جدا مع الدكتور محمد التميمي لبناء المجتمع الوطني العراقي القوي وبناء الشخصية الوطنية العراقية الإنسانية للآن وللمستقبل إن شاء الله، وده هدفنا السامي. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا محمد.